السلام عليكم. أنا ما حاب أتكلم عن نفسي، لكن عندي تجربة وحاب أنقلها لكم. فيها بقول لكم من أنا. أنا أبو عبد الله، الحمد لله مرتاح في حياتي، عندي عيال شايليني ومهتمين فيني، مو مخلين علي قاصر، وهم أكبر نعمة بالنسبة لي. تفضل يا بابا. مشكورة يا ما. يمكن تقولون شبي يتكلم عن حياته؟ هل أستاهل دي الراحة بعد اللي سويته في شبابي؟ كنت شاب حالي حال غيري، نتيمع كل عصرية سوالف وناسة مع الربع. لا 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 لا، هذه مو أنا. أيوة هذه أنا. أبوك مرقد في المستشفى في غرفة رقم 12. أبوي؟ في هذه اللحظة عرفت قيمة الوالدين، وعرفت إش كثر أنا قصرت في حقهم ورعايتهم. يبا أنت بخير؟ الحمد لله رب العالمين. أنت بخير؟ طمني عنك يبا، أنت بخير؟ والله آسف، وأنا آسف يبا، سامحني. الحمد لله الله سلمك، الله يخليك لنا إن شاء الله. الحمد لله. هني عرفت أن الله عطاني فرصة ثانية، وصحيت من غفلتي، وهاي النقطة اللي غيرت حياتي. هم أنتو عندكم فرصة فلا تضيعونها.